بصوا الفرق بين المخشوش، الكمون المخشوش والاصلي. ده الكمون اللي هو المطحون، وده الحصى، ودي المادة السرية اللي بيطحن بيها ومعاها الكمون عشان تصبح ناتج كمون مخشوش. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة بالبرنامج سر الصنعة. النهاردة هنتكلم عن طرق غش التوابل خاصة الكمون. ومعانا الاستاذ احمد. ازيك حبيبي؟ قول لنا ازاي طرق الغش بتحصل. الكمون عشان يدي كمية كتيرة مع الناس بيطحنوه بالزهرة بتاعته. زهرة الكمون دي ما بتدي مرارة في الكمون وبتديش غير كمية زيادة بس. حاجة يعني المفروض الزهرة دي تنتقم من الكمون يعني تتغربل. الكمون المغربل المفروض يطحن من غير الزهرة. كمان بيحطوا اللي هو السيرس والقش بيطحنوه برضو، ما بيطحنوش من تغربل على الاخر كده. بيخلطوه بالقش. بيخلطوه بالقش بالسيرس بكل حاجة. والترابة اللي هي بتاعت القش. عشان يدي معاه كمية برضو. الطريقة التالتة بقى اللي هي اوبا. عشان يجيبوا نفس اللون. عشان يجيبوا نفس اللون هنعمل كده بقى. بيحطوا حنة. حنة حمراء على الكمون. بصوا نفس اللون اهو يا جماعه، نفس الالوان، نفس الشكل اهو، بس طبعا بيتخلط بنسب. صح، بنسب طبعا. تلتين. عشان يدي الناتج. الناتج اللي هو ده طرق الاختبار بقى ازاي؟ يعني مثلا بالنسبه للحصى، لو في متاح قدامك منديل ابيض عشان يبقى برضو يبين معاك، استعمل كميه قليله كده من الكمون. افركها بالمنديل على قد ما تقدر. لو طلعت معاك اي لون في المنديل يبقى دي مش اصليه، يبقى ده مخلوط بحنه ومتزود عليه زهره كمون كمان، ويكون مش طبيعي. والتراب والقش والحاجات دي كلها. ده كده الاصلي. ايوه، مش مطلع معاك اي حاجه، ما طلعش ولا لون ولا اي حاجه، هو بس الكمون ايه اللي طالع وما عملش صبغه في المنديل. ده بالنسبه للحصى. طبعا بالنسبه للكمون المطحون اكيد هيطلع لون، بس مش لون اللون البيور الطبيعي. اللون اللي هو الايه البيور الطبيعي بتاع الكمون اهو. اللون ايه البسيط. ممكن تمشي ايدك عليها تشيل اصلا. اللون اهو هيتشال كمان. ده اللي هو الايه، ده الكمون البيور. ده الكمون البيور. في منديل تاني معاك. ده بقى الخلطه اهي، اللي هو بيتغش بيه، اللي احنا زي ما قلنا حنه مع كمون مع الريش اللي انت قلت عليه. وايه تاني؟ بيكون معاه القش والتراب. القش والتراب اي حاجه تجيب طريهم عشان يزودوا الكميه. دي اهي لون اللي هو الحنه اهو. مش عايز يطلع بقى من المنديل المره دي اهو. بصوا يعني احنا في الاول طبعا الكمون لازم يكون فيه نسبه طبعا اللون بتاعه الطبيعي، بس بيطلع من المنديل هنا اهو مهما عملنا. مش عايز بقى ايه، ثبت خلاص اهو الصبغه. تعالوا نعمل حاجه تانية. اختبار الميه، فقره الساحر. اختبار الميه. ده اللي هو المخشوش. ايوه اهو، ده المخشوش اهو. بصوا خليكم هنا مع الكوبايه. لا تعالوا معايا بقى عشان تعرفوا ان انا هجيب من الكمون الناعم الاصلي اهو. ابقى برضو ظاهرين كده. اهو بصوا يا جماعه بقى، بصوا الفرق بين المخشوش، الكمون المخشوش والاصلي. بصوا اللون بتاعه، بصوا بينزل صافي ازاي اهو. هنعمل كده بالكوبايه اهو، هينزل صافي اهو اهو. بيطلع لون زيتي. لون زيتي، برافو عليك. انما بصوا كده من فوق كده كمان، من هنا بصوا متكتل ازاي. يعني كل اللي هو المخشوش قش وزهره كمون، اللي هو القش وزهره الكمون زي ما بيقول، والحنه. بصوا 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 بص. لازم نفضل نعمل ايه. بصوا بصوا هنا، بصوا هنا بقى الفرق. بصوا الفرق ما ان احنا شفناهم كبودر، الاثنين لون واحد اهو. كبودر الاثنين لون واحد اهو. بصوا بقى لما تحطوا في الاختبار بتاعنا بتاع الميه، نيجي نقلب مثلا، ادي الكمون الاصلي الناعم اهو، زي اللي هو بيتحط في حمص الشام كده، اللي هو بيبقى اساس حمص الشام الكمون الجميل ده بالليمون والشط اهو. ده الاصلي، وده المخشوش بحنه وقش وتراب وزهره الكمون زي ما بيقول اهو.
بصوا الفرق بقى في الاخر ايه؟ خلاف طبعا تيست والريحه النفاذه اكيد هتبقى مختلفه. صحيح، التيست تبعه بيكون في مراره جامده قوي اللي هو محطوط عليه زهر كمون، زهر كمون مره جدا. لكن الثاني البيور تقبل طعمه، ان انت تدوقه كده تقبل طعمه، بيبقى ريحته كمان قويه وحلوه. اشكرك جدا حبيبي، ميرسي ليك جدا على الاختبارات وعلى الحاجات اللي احنا بنفيد بيها يا رب ان شاء الله الناس وبنوعيها. اتمنى اعزائي المشاهدين اللي انتوا تكونوا استفدتوا معانا من حلقه البرنامج النهارده من برنامج سر الصنعه. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.